مساء النور مشاهدينا، نطل عليكم في سهرة فنية جديدة نترافق وإياكم على مدى ساعة ونصف من الفن والموسيقى والشعر مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي. مساء النور سارة. مساء النور توني. شكرا. مساء النور مشاهدينا، رحلتنا اليوم تأخذنا إلى زمن الفن الجميل ونفحات من الشعر والزجل. بداية نرحب بالفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقي زياد الأحمدي التي سترافقنا الليلة. مساء النور، يعطيكم ألف عافية. يا هلا فيكم. ومن فندق لانكاستر بلازا نرحب بالشيف يوسف سلهب الذي سيحضر لنا سحورا شهيا. مساء النور. مساء النور، عودنا على حلويات اللذيذة. أحسن يقال حلويات. مشاهدينا، إن للقلب مفتاحا لا يصدأ وهو الموسيقى. ضيفتنا تألقت في موسيقاها وأبدعت في غنائها. قالت: تعلق قلبي فتعلق قلبنا بصوتها الشادي. هي تاريخ من الإبداع يمتد إلى سنين طوال، مثل عاشقة تتماهى مع النغمات ليصبح حضورها بلسما لجروحنا. فنانة من الزمن الجميل نتشرف بحضورها في مساء النور الليلة، المطربة الجميلة هيام يونس. مساء النور. ومساك الله يسعده يا رب. نورتينا وباركتينا. يخلي لي اياكم. ونحن بعبق رمضان المبارك، ان شاء الله قريبا بنقول ان شاء الله فطر سعيد يا رب مبارك بالفعل على العالم اجمع. وعليك يا رب. من ضم صوتنا لصوتك، يعني ست ايام كان عمرك 4 سنين لما غنيتي وحوي يا وحوي. وحوي يا وحوي 5 سنين. 5 سنين. نعم، بفيلم قلبي على ولدي. صحيح. بس حضرتك ما غلط، 4 سنين. كنت تغني أم كلثوم. كنت غني أم كلثوم أول ما طلعت. نعم، ووقتها لقبوني يعني أعجوبة القرن العشرين. وبعدنا منشوف فيلم قلبي على ولدي ولو نعم. بالأسود والأبيض. نعم. واليوم أنا حاسس بعدني قدام هالبنت الصغيرة اللي عمرها 4 سنين. نعم. يعني تنضحي طفولة ست أيام. وهيدا يعني طوقي بالحياة، بحب كتير الطفولة وبتمنى أنها تتجسد بقلبي وبروحي. وحوي يا وحوي غنية رمضانية طبعا، وكنتي حاملة هالفانوس انت والأطفال وماشيين بشوارع القاهرة. نعم نعم. شو بتتذكري من هالفيلم؟ هذا الفيلم بتذكر انه مثلت مع عمالقة الشاشة المصرية. صحيح. وكذا غطورة وطفلة صغيرة، ما كنت عم بعرف ان انا كنت عم بعيش طفولتي من خلال احداث الفيلم يعني. حلو. طبعا شكري سرحان، كمال الشناوي، أمينة رزق، زكي رستم، علي الكسار. كنت يعني زغطورة بيناتهم، وكنت الدور عم أدي واقع يعني. مع أداء رائع. الحمد لله. 5 سنين. نعم. مثل ما عم نشوف بهالوقت. نعم. هو كان بدك تشتغلي بوقتها بالفيلم. بديش نعمل. وقلت وخاصة إنه كان كمان إلى جانب كتمثيل مثلت الدراما بالفيلم ومثلت الكوميك كمان بالفيلم يعني. نعم. كان في النهجين يعني. يعني كنت عم تبكي على الدرج. نعم صحيح. كنت صحيح. عم تبكي بتعيطي وهون شايفينك عم تضحكي مع كمال الشناوي عم بالمصري يعني. بعتذر. نعم. بتريق عليه يعني بالمصري. طفل شقي. طفل شقي صحيح. أيام يعني الغنية اللي ارتبطت في أذهاننا برمضان من. نعم. أول ما بنسمع إنه قوابق يعني بدايات رمضان جاية دغري وحوية وحوية وحوية. أيضا. نعم. مسيرة فنية طويلة وتعاون فني رائع ارتبط بهالفقرة. عفوا بلا ما أقطع كلامك على راسي، فالفقرة ست سارة لما بقول غنيت لأم كلثوم، هلأ عم بسمع أنا فقرة من الفيلم عم بغني له يا صاحب التياترو تسمع صوتي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. هلا مع العرب كمان يعني. مع نعم مع العرب. نعم يعني العرب واضحة فيه من الطفولة. نعم. نعم. سبحان الله استستوني يعني كل ما أذكر عن نفسي أني منذ فجر المطمئني أتغذى بالنغم باشتهاء ونهم مدحنت أمي على مهدي تغني قيل لي ثغري ابتسم. شو حلو. دي حبيبتي. يعني أكلتينا خلاص. استغفر الله. اليوم ببقى بروي يعني قصة طفولة الفنية من خلال بعض الأبيات الشعرية. هذا الثغر المبتسم مبتسم دائما.
على طول. يعني حتى أنت وعم تغني الأغاني الحزينة بتغنيها مع ابتسامة. أنا وعم ببكي لأنه الابتسامة طبعا مش اكتشفت ولكن كوني عايشة حياتي كلها الحب الكبير للناس استستوني ست سارة. أسعد شيء بحياتي الناس أسعدهم شوفهم فرحين يعني كل شيء خارج عني هو دينتي هو فرحتي. من هيك استستوني ابتسامتي ابتسامة الرضا الشكر لله الحمد يعني هالابتسامة النابعة من 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 حالة حب دائمة. وهي ابتسامة معدية بالمناسبة حبيبتي. هي ابتسامة معدية بجدارة. مشوار فني وتعاون فني كبير جمعك مع عبدو موسى. نعم أخرج العديد العديد من الأعمال طبعا. أخبرينا عنه يعني كيف كان ماذا تتذكري عنه؟ ست سارة دعتني الإذاعة الأردنية لتسجيل أغاني للإذاعة. طبعا أول شيء لازم يكون أني أنا أسلم على سعادة المدير وأشكره على الدعوة وشوف شو البرنامج اللي محضرينه لله. فقبل ما أوصل لغرفة المدير بسمع صوت عم بيغني وعلى الربابة صوت جارح حنون نزلت دموعي. اتبعت الصوت دخلت استوديو لقيت استاذ عبدو الله يرحمه طبعا باللباس الريفي الجميل والربابة بيده وعم بيغني. فانا تلقائيا انا بنت ضايعة بنت ريف كمان بنت تنورين بنت تنورين نعم غنى جاوبته بنفس الطبقة. وبعدين تبين يعني النقاد الفنيين قالوا يا سبحان الله انه هالصوتين النسائي والرجالي كيف متجانسين بطبقة موحدة. كان عمرك 13 سنة 13 سنة نعم بالأردن نعم. وبعدين نالت التليفونات على الإذاعة بدنا وقتها بتذكر كان عم بيقول نحن بنسميه شوقي. صحيح. والشروقي هو بكل شعر عامي شعر عامي نعم. جاوبته أنا بيت شروقي. بعدين غنى يا طير ويلي طاير عم بيغنيها وأنا عندي محفوظات كمان ريفية جاوبته من محفوظاتي يعني. وهيك هيك صارت بالبداية. وبعدين يا حبيبتي غنيت حوالي 250 أغنية أردنية وغنيت القصيدة يعني غنيت لي مصطفى وهب التل الشاعر الكبير عرار غنيت له نعم. وغنيت لي شعراء أردنيين كبار. اسم الله أنت في سجلك فيه 700 غنية نعم. وبكافة اللهجات رح نمرق عليهم لاحقا. أنا هون بس بقدر بسجل شكر لأنه الأردن كرمني ب رائدة من رائدات الأغنية الأردنية بالألفين وعشرة. كمان رح نحكي عن تكريمات رح نحكي عن تكريمات بس بدنا نسمع. أنا حابة أسمع نعم. بالتأكيد هلا بدنا نسمع. إذن لنسمع الجديد سيدي ما هيك خلينا نطير مع نعم الطير اللي نعم طاير لسنة 2018 أغنية افترض اللي هي من ألحان المطرب الكبير والملحن الكبير التونسي الأستاذ لطفي مشناق. الله نعم قدم لك افترض. ايه قدم لي نعم قدم ليها وغنيتها بمهرجان الحمامات في تونس صيف 2017. وانت راح ترجع تغني بالمغرب العربي بالصيف الجاي ان شاء الله طبعا شاء الله. إيه. نسمع افترض فضلي. على راسي بدك تاخدي منك.
خطوة للوراء. يا ترى اختارك انت وارتكب نفس الخطأ. والمحبة مش عناد، المحبة مش مزاد، ومين بقى واشترى؟ المحبة مش عناد، المحبة مش مزاد، ومين بقى واشترى؟ والحكاية وببساطة هي فرق المستوى. وانت طبعا مات ضميرك وشفت ده قبل خيرك. وانت طبعا مات ضميرك وشفت شرك قبل غيرك. ممكن اهوى الف غيرك، لكن انت 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 افترض بيرجع الزمن قضينا خطوة للوراء. انت وارتكب نفس الخطأ. والمحبة مش عناد، المحبة مش مزاد، ومين بقى واشترى؟ والمحبة مش عناد، المحبة مش مزاد، ومين بقى واشترى؟ والحكاية والبساطة هو فرق المستوى. شو هالصوت اللي بيحمل تاريخ بالفعل. الله يخليك، الله يخليك، سلام. بيحمل تاريخ وأصالة. إحنا مشكرك يعني افترضي يا سارة السهرة شي 4-5 ساعات مع ست هيام. الله ولا أحلى ولا أروع. أكيد تسلموا لي يا رب. الآن سنذهب إلى فاصل، مع أنه ما بدنا نستريح، بس نخلي المشاهدين يستريحوا. فاصل أول نتابع بعده سهرتنا من مساء النور. لا تذهبوا مشاهدينا بعيدا. مساء النور من جديد مشاهدينا، نتابع سهرتنا المميزة لليوم بحضور المطربة الجميلة هيام يونس. والآن ينضم إلينا ضيف مميز أيضا، شاب لبنان منذ زمن بعيد على حب الشعر والزجل. كانت الساحات تعبأ بالجماهير الهاتفة للكلام الجميل، لملاحم الزجل الشعبي، فمن شحرور الوادي ورشيد نخلة إلى زغلول الدامور وموسى صغيب وزين شعيب، واللائحة تطول بالأسماء التي بصمت الزجل اللبناني. يظهر جيل جديد يحط بصمته في عالم الزجل. ضيفنا اليوم
هو ابن هذه المدرسة، هو الشاعر المتميز فادي عفيف فياض. ومسا النور. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين والأمة العربية. يعطيك ألف عافية. بداية عرفنا على الزجل اللبناني بالتأكيد، يعني الزجل عامة والزجل اللبناني هو مدرسة كبيرة جدا جدا ربيت عليه أجيال وأجيال. نعم. الزجل اللبناني هو فن تراثي عريق، هو ابن الضيعة، ابن البساطة، ابن العفوية. تاريخيا بمقدمة ابن خلدون، الزجل بلش بالعصر الأندلسي، كان في شاعر ابن قزمان كان يغني زجل باللهجة المحكية، وتطور تاريخيا للقرن الخامس عشر. الكنيسة السريانية طورت الزجل وغنت له ألوانه، يعني كان المطران القلاعي اللي معروف جبرائيل القلاعي طور أوزان الزجل وكان يكتب زجل بالعامة، وتنقلته الأجيال للقرن العشرين. 1924 بلش مع شحرور الوادي وعلي الحاج اللي أسسوا أركان المنبر الزجل. قبل ما كان في منبر، كان الشعر بالمناسبات والساحات، صار في منبر زجل، صار في له إطار تنظيمي، جوقة زجل أربعة يطلعوا يغنوا مواضيع مع بعضهم، وصارت الناس تروح تحضر تسمع مواضيع، وتطورت لو وصلنا لليوم للجيل الحالي اللي هو نحن عم نمثله كمان. وتحية كمان لكبار الشعراء اللي بعدهم حاملين هالفن على كتافهم، اللي ذكرت منهم موسى صغيبي طول بعمره، طليع حمدان، جريس البستاني. هودي أعمدي سنة فقدنا زغلول الدمور، فقدنا زغلول الدمور الله يرحمه، زغلول الدمور بي الشعراء، صحيح مربينا ومربي أجيال كبيرة مدرسة زغلول. نعم. فنحن حاملين هالأمانة اللي إن شاء الله نقدر نوصلها على بر الأمان، وكمان هلا طالع جيل من بعد منا شباب جامعات ومدارس كمان عم يتفاعلوا وبلشوا يغنوا زجل، وبلشوا حق مواقع التواصل الاجتماعي كمان مع بعضهم حوارات بالمناسبات. فالزجل الحمد لله فينا نقول بألف خير. هون منشير إلى أنك عضو بنقابة شعراء الزجل، وأنتوا كمان رعيتوا مباراة بين طلاب المدارس والجامعات. صحيح. نحن في الزجل كنقابة شعراء قعدتوا إحيائه أكثر وقتها. نقابة شعراء الزجل هي هيئة إدارية تشرف وترعى الزجل اللبناني كإدارة. أكيد من وجه تحية لنقيب الشعراء الشاعر جورج أبو أنطون من مسرحكم. النقابة أطلقت مسابقة الشعر الزجلي بعنوان تراثك هويتك، مسابقة سنوية لطلاب المدارس والجامعات. نحن أكيد بالتعاون مع وزارة التربية صدر تعميم عن الوزارة لكل مدارس لبنان. نعم. ورجعنا نحن كنقابة تواصلنا مع الإدارات المدارس والجامعات، وصلنا الدعوة، شارك 25 طالب بين مدارس وجامعات، تأهل 10 منهم فازوا بالمراحل النهائية. وكانت المسابقة عبارة عن اختبارات فيها معايير الكتابة، أكيد المضمون والكلمة الحلوة، الارتجالي، ملكة الارتجال كتير مهم، الصوت والأداء المنبري، مش مهم يكون يكتب الشاعر وإذا ما بيعرف يأدي ما بتوصل الفكرة والصورة، وروح التحدي طبعا. فعدة عناصر اختبرناهم وطلع عنا 10 شباب ببشروا بمستقبل حلو كتير لبعدين. وهي مسابقة سنوية النقابة يعني أطلقتها ورح تستمر إذا الله رب. منشير طبعا إلى أنه زجل أشكال مثل الميجنة والعتابة والشروقة يلي سمعتي فيه الأستاذ عبد موسى. نعم. ست أيام أنت شاعرة كمان. أنا عندي محاولات شعرية. كتبتي بس أغاني كتير لألك صح؟ نعم أغاني، نعم، وقصائد. دق أبواب الناس كلها من كلماتي. ألحاني. ألحاني. دق أبواب الناس كلها من شفيق ألحاني. المغربي. شفيق المغربي صح. نعم نعم. وطبعا هوني ذكرتني أستاذ زيتوني، أنا من محبي الزجل، من المغرمين بالزجل ومتابعات من اللي بيتابعوا دايما. بذكر هيك نهفي عن الأستاذ رياض شرارة الله يرحمه، ظريف لبنان، كان عنده يعني كان مثقف. صحيح. هو مقدم لبناني راحل. نعم. مدرسي طبعا. مدرسي صحيح. فدائما كل ما بمهرجانات يقدمني، هو ما شاء الله طويل القامة، لما يطلع يقول انك التاني حلو ويقدمني، بعد ما يقدمني يوطي الميكروفون تأجي أنا الناس هيك تضحك. فمرتين ثلاثة أنا هيك شغلة يعني حسيت تل أستاذ رياض حلمي بس إذا في شيء غيره يعني. ضل علي فترة، مرة قدمني وطلعت وطى الميكروفون وطلعت، مسكت بإيده ما خليته يروح، ما بدي ضل أنا مسكته بإيده، قلت له أستاذ رياض
أنا صغيرة، أنا صغيرة وصغري مش خسارة، صغر لمبة على شط المنارة، وإذا تاهت عن المينا السفينة، السفينة ناطرة مني إشارة. شو حلو. أنا صغيرة، أنا صغيرة صغر بصمة يميني أساس الصدق في سوق التجارة، أنا صغيري زغر درة تميني فيها رصة وتاج الإمارة. حلو حلو. استنتمك لازم تقولي له هيدا بوجهك يا رياض شرارة. يعني شاعر الارتجال، شاعر الزجل من الطراز الأول، من محبي الشاعر. رد شهادتنا مجروحة فيها، فيك ترد. ست أيام من عمالقة الزمن الجميل، يطول بعمرها. يخلينا إياك. وهذا الصوت الماسي بده كلمة حلوة تيتغنى. يخليك. وسمعنا غنية وشهادتنا مجروحة فيك ستنا. كمنا ترد بالزجل. أنا بدي كونه الشعر اللي ما بيتخطى الحدود والطوايف والمذاهب، هو ما بينعد شعر. نعم. من هيك الشاعر إنسان عالمي. من هذا المنطلق أنا بدي أحكي، بدي أقول شاعر خلقني الرب إنساني. نعم. وبيعرفوني بكل قصداني، صوتي صدى حرية الإنسان، ومن غيرتي ومن كبر إيماني صدري عطيته ضلوع من أغصان أرزي وزيتوني وسندياني، تضل اتنفس هوا لبنان وضل اكتب شعر لبناني. الله الله الله. يسلم يسلم هالتم. وما بنام عسرير الهنا شبعان، وبالقدس في أطفال جوعاني. الله. وامي ما بهديها عقد مرجان، وامي الشهيد بمصر بكياني. يا عين عليك يا كبير. وما بحب كون مشوب ودفيان، وطفلي بأرض بغداد برداني، وبدفن بحوضي زنبقة نيسان مع ياسمينة شام دبلاني. شو الله حلو. الله يا عيني. يسلم يسلم. يعني أنا سعيدة، أنا سعيدة جدا اليوم، واللي بيزيدني السعادة ويمكن ميزة شاشة العربي. نعم. إنها دائما بتدوب يمكن الحدود السياسية ما بين الدول العربية. صح. وبتعرفنا على ثقافات البعض. ربما اللي إحنا فيه الآن. نعم. هو بعتذر الثقافة معهودة بالنسبة لتوني كونه ابن هذه المنطقة. نعم. ولكن أنا غريبة عليها، فالجميل أن اليوم بتعرف على ثقافة جدا غنية جدا. نعم. بتحكي تاريخ. نعم. بتحكي ثقافة، بتحكي على ماذا تربى الإنسان اللبناني ربما، وكان يعني الآن وانتوا بتعملوا بتردوا على بعض شعريا. نعم. أنا بتخيل جو الساحات قديما كيف كان يكون. نعم. والناس بتتبارى فيه. أكيد. دائما بيكون عندي نوع من الحشرية أن نعرف البدايات سيد فادي. نعم. وبداياتك مع الشعر الزنجلي لو بتكلمنا، أو مع الشعر عامة، كيف اكتشفتها؟ أمتى كانت بداياتي؟ مثل أي شاعر بطفولته بيطلع على منبر المدرسة بحفلة عيد المعلم، مناسبات اجتماعية بالضيعة، أعراس، أعياد ميلاد. وصلنا لمرحلة الجامعة كمان باحتفالات جامعية كنا نطلع نلقي قصائد. لو وصلنا لمرحلة انضجنا أكثر، دخلنا بجوقات زجلية، غنينا بجوقات، احترفنا أكثر، اجانا برنامج اوف مع العملاق الكبير موسى صغيب على تلفزيون الاو تي في، قدمنا على البرنامج والحمد لله نجحنا بالبرنامج، اسست جوقة الارز، وعم نعمل نحيي حفلات بالمناطق، بمهرجانات الصيف، بنصور حلقات على التلفزيونات. رسالة بدها تستمر والامانة بدها تستمر. طبعا. ومثل ما قلتي يا ست سارة، في اندماج للثقافة وللهوية العربية بتحسي بالشعر وبالفن ككل، لأنه هيدا بيطال مش بس اللبناني، بيطال الإنسان العربي وين ما كان. بأي حال سارة، ست هيام لقبت بالجامعة الغنائية العربية. نعم. صحيح؟ صحيح. تشوف الفن ده بيجمع. صحيح. ولأن سارة عاشت فترة طويلة بالسودان، وأمة سودانية. وأمة سودانية. يا روحي. أنت آخر عن إيد اللهجات. كانت اللهجة السودانية. كانت اللهجة السودانية. خبرينا. نعم. عن هالخبر. مع العلم ست سارة، بتعرفي الغناء السوداني الجميل جدا جدا، قلة كتير كتير قليلة من الفنانين العرب اللي غنوا سوداني. صحيح. يعني في مدام شادي الله يرحمها والصبوحة. صحيح. بس أنا كنت ببرنامج تلفزيوني في قطر سيدي. نعم. في الدوحة. نعم. والسيدة ذهبية اللي استضافتني، طبعا مثل هالجلسة الرائعة الحلوة في ضيوف، بتتحداني، قالت لي غنيتي كل الألوان العربية بس ما غنيت اللون السوداني.
قلت له والله من قلبي من عيوني إذا وجدت أغنية أنا هلأ بغنيها. بتقول لي هلأ بتغنيها؟ قلت له يا ريت. قالت لي الأستاذ هشام مرغني كبير ملحني ومطربي السودان. نعم. موجود معنا. يلا بدنا نشوف يعني هو مستعد. أنا صدف إني لكن جاي من الإذاعة معي عدة نصوص بهالعفوية. شلت نص طلع نص لا تحية لا سلام أعطيته للأستاذ هشام. أخذ العود ولحن لحن المذهب فورا غنيته بعده. لحن الكوبلي غنيته بعده. نالت التليفونات كمان مرة تاني على التلفزيون بدنا نسمعها مسجلة. سجلتها تاني يوم. هي بتقول لا تحية لا كلام. هلا الشباب ما تمرنوا علي طبعا لا. نفهمهم ممكن هيك بشكل مقطع. مرتجل مقطع. بدون موسيقى مقطع صغير. اوكي. لا تحية لا كلام لا رسالة لا سلام. الغربة مرة يا حبيبي والهجر والله حرام. هذا اللحن السوداني. في الإيقاع الأفريقي. إيه الإيقاع الأفريقي. نعم غنيت السوداني. نعم ولكن ست سارة ما تستغربي أنا زرت الوطن العربي كله. الله. ومنيتي يعني السودان قرة عيني لم أزر السودان بعد. حبيبتي أنا بأخذك نطلع في إجازة أنا وأنت على السودان. وأنا رايح معكم لأن وعدتني قبل ما توعدي. والله والله ما كلنا ما بنمشي. كل الشباب معزومين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. هذا الجو الحلو العربي الجميل اللي بنحلم به إنه هذه الحدود تذهب كما تفضلت الآن في أبيات شعرية. نعم. وجع اللبناني هو وجع البغدادي. صح. أو العراقي. نعم. هو وجع الأردني. نعم. هو وجع المصري. كلنا أوجاعنا هي واحدة. صحيح. لأي درجة أو لأي مدى تعتقدون أن الفنان يحمل على عاتقه إيصال هذه الرسالة ببيت شعر بلحن بموسيقى بصوت بغناء بكل أشكال الفن. الفن هل هو قادر على إذابة هذه الحدود؟ طبعا طبعا. تفضل. وحضرتك غنيتي أكيد القدس وغنيتي الوطني وغنيتي. أنا بحكي عن خبرة ست سارة. يعني خبرتي بدأت أني أنا غنيت كل اللهجات الألوان الغنائية العربية وحتى غنيتها بلهجاتها يعني حتى اللهجات الصحراوية. الله. نعم. كلها. يمكن تسألي أنا من اللي بيحبوا جدا ثقافات الشعوب. غرامي بهالثقافات واطلاعي عليها جعلني كل بلد زوره اتمنى اني غني من جذوره من تراثه يعني. وهذا اللي صار. وشعرت انا تأكيدا لكلامك انه قربني اكتر واكتر من كافة الشعوب العربية. يعني صرت هذه بنتنا هيام هذه أختنا. صرت يعني من البيت من العيلة. نعم. تفضل. وتغنى طبعا إشارة إلى أنه غنيت الخليجي بامتياز والبداية كانت مع تعلق قلبي حتى غنيت عربية. أغنية وطنية قطرية. نعم. سجلت بالإذاعة القطرية طبعا. أول من غنى قطري. نعم. استستوني بكل تواضع يعني لن نصرحين. أنا الله يا عمري قطر غنيتها كان عمري حوالي 12-13 سنة. وبعدين غنوها كتار. نعم. وغنيت عدة أغاني للعملاق عبد العزيز ناصر. نعم. العملاق القطري الفنان الكبير. 120 غنية كويتية. أكتر 150 أغنية كويتية. أوف. نعم. طب احنا حابين نسمع ست هيام. يعني انا متاكده انه مش بس انا حتى المشاهدين متشوقين انهم لسه يسمعوا منك. على عيني. انا اذا بتحبوا بس هلا مش بس بنسمع راي الاستاذ فادي تفضل. بلكي بعد الاستراحه يمكن بعد ما نسمع بس. نعم. انا حابه انه قبل ما تتفضل نسمع حاجه. نعم. انه اوجه التحيه لعازف الاورج المصاحب لك الفنان كارلو حنا شرفنا. نعم. اليوم. نعم. في استوديو مسا النور يعطيك الف عافيه. أنا بوجه تحية كمان لفرقتكم الموسيقية اللي بحسدكم أغبطكم علي بقيادة زياد الأحمدية. صاروا من أهل البيت. بس
مسألة الفنان كيف بيكون هو سفير. نعم. اليوم بيتعين سفير عربي بدولة أجنبية قلال اللي بيعرفوه، ولكن بس يطلع شاعر أو مطرب أو فنان عربي كل الناس بتعرفه. يا عيني عليك. وبيطول بعمره الشاعر الكبير موسى صغايب. نعم. قايل بافتتاحية بيت مري بالسبعينات. نحن بدنا نوفر حديثك لبعد الاستراحة، لأنه كلمتك هالقد عندها قيمة. في مشكلة تقنية صغيرة بين الميكرو والكرافات، رح نساوي المشكلة بخلال الاستراحة لو بتسمح. بس بدنا نسمع من شوقين وبنسمع الغنية لهلا. شكرا لتفهمك استاذ. غنية كل فرحة بالعمر، مش بس الخطوبة والزواج والتخرج، غنية إن شاء الله بتتهنى. كلمات الأستاذ منير أبو عساف والحان الأستاذ هشام بولس. تفضل. إن شاء الله بتتهنى. مبروك من هالناس بحبوك ان
وان شاء الله تتهني بكل ايامك حبيبتي ست اليوم. فعلا فعلا شرفتينا ونورتينا. ان شاء الله تتهنوا مشاهدينا ورائعه ومستمتعه بها جدا. مشاهدينا المزيد من هذه الاجواء الجميله ولكن بعد الفاصل تابعونا. عودة لمتابعة مساء النور. مساء النور مجددا سارة. مساء النور. شو هالسهرة الحلوة رائعة بضيوفنا اليوم السهرة. منذكر بضيفتنا الكريمة ست يام يونس وضيفنا أيضا أستاذ فادي فياض. فادي رجع الصوت. الحمد لله. بتعرف كلمة زجل بتعني الصوت. نعم. هذا اللي عرفته. نعم فعلا. يرتكز الزجل كما قلنا على الارتجال. أنا كان عندي فرصة أني ألتقي بالكبير طليع حمدان. نعم. بمقابلة سابقة قال لي بوقتها بتذكر كتير منيح، قال لي إذا الشخص منه قادر على الارتجال ما يطلع على المنبر. صحيح فعلا. ارتجال انت استقبلته يمكن ببيتك كمان. نعم شعرنا الكبير طليع اللي طول بعمره مفضل علينا كشعر جيل جديد وكل بيوت بيوته، وهو بنعين عنوب اللي هي قريبه لضيعتي بشتفين بالشوف، فدائما المناسبات بتجمعنا سوا. يعني الشوف ولادي. الحمد لله الحمد لله، يعني مثل كل هيك ضيعه لبنانيه كريمه. قبل ما اعرف بس بدي اتذكر شغله صغيره تنطلق منها تا ولع فيك حس الارتجال. حتى هلا تذكرت بمقابله استاذ طليع. تحديته، قلت له استاذ طليع معك 10 ثواني، عدوك السابق بالزجل موسى صغيب. مش عدو، اذا عم بيشوفك بهالوقت خصمه ما في عداء. اما تقول لك انا استعملت كلمه عدو. نعم. انت رديت نفس بنفس الطريقه. سبحان الله ولاد الشوف. نعم. قلت له عدوك السابق بالزجل موسى صغيب عم يحضرك بهالوقت، معك 10 ثواني تقول له رديه مرتجل. قال لي ان شاء الله ما تخوني ذكرتي، قال لي توني زارني بالبيت مع ورد الربيع واعطيت هالبيت من شعري البديع. حلو. قال لي عدوي انت موسى صغيب، منك عدوي انت خفقه من طليع. حلو يا عيني. مش معقول يا عيني. بهدوء 10 ثواني وانا شيء. يا سلام. الزجل بربي اخوه ما بربي اعداء. ايه. وانت بتحكي عن عملاقين هون. صحيح. مدرستين فعلا بالزجل اللبناني. انا حبيت استفزه يعني. صحيح. هلا بدنا نستفزك. الزجل وانا اللي حستفزه لو سمحت لي، انه الزجل هو شعر باللغه المحكيه. نعم. واللغه المحكيه بتعبر عن الناس، والناس اهتماماتها كثير. صح. ونحن الان في وقت المونديال. يا سلام. صحيح. اللي اتفقنا عليها انه احنا عاوزين زجل. نعم. يكلمنا عن المونديال. انا صار قبل ما اروح على المونديال بدي. نعم. استفزني توني بدي ارتجل له بيتين. ما هيك كان بدي شيء. هو وليد اللحظه. لهون بدي وصلني لهون. نعم. تفضل. انا بدي اقول لك يا ساره، بالاول يا ساره نورت الليل وشعشعتي من ميل الميل. اسم الله عندك سحر عيون بترمي الخيال على الخيال. يسلم تمك. بالارتجال منرتجل اجمل كلام، بسهره مسا النور ومسا عطر الخزام. يا عيني. بهنيك يا توني ويا سارة بهالمساء وأجمل تحية لمطربتنا هي. خليلي ياك طول عمرك. قد التحدي. ايه أكيد هيدي رديت عليا، ما هي بلشت مع رياض شرارة. أيوة. كنا عم نحكي بتذكر بس راح الصوت عندي، كنا عم نحكي عن الشاعر سفير هيك بعشر ثواني بس بدي. نعم أكيد. لأني تناولت الشاعر موسى صغيب بحفلة دير القلعة بيت مري بالسبعين. بيقول موسى ودوله الشعب اللي برا، ودوله باسم لبنان شاعر، كأنكم عم تودوله سفارة. يا عيني يا عيني. يعني الشاعر سفير فعلا هيك. صحيح.
تنرجع للمونديال كانك مع البرازيل. هلا انت انت جاوبت على ثلاث اسئله مره واحده. ما شاء الله ما شاء الله. هذا بعد ما راح الصوت رد فعل على مشاكل تقنيه. لانه ذكرنا الشعر بس ما ذكرنا البيت للامانه. بس انا بحب على الهواء اقول تفضل. الشاعر مرايه مجتمعه، واليوم الشباب بلبنان وبكل دول عربيه لما يكونوا بيحضروا ماتش فوتبول او ماتش باسكتبول بيشعل الحماس فيهم لدرجه انه احيان مش بيعملوا مشاكل، بيوصلوا لمرحله هيك بيعصبوا كثير. فاللي كان عم بيتابع نهائي الباسكتبول اللبناني، يمكن الشباب بيحبوا الباسكتبول، صار بين الرياضي والهومنتمن شويه هيك اشكالات، وهلا جاي المونديال. فانا ربطتها بصوره شعريه ببعضها. بقول 80,000 واكثر شويه من شعوب غربيه حضاريه لبسوا ثقافات الامم عنوان ورسموا اللوحة المونديالية. نعم. وخسران بيهني خصم ربحان من نعمة الروح الرياضية. أيوة. بتقشع طفل جاي شبه عريان جنب الملوك الرأسمالية. يا عيني. بتقشع برازيلي مع الألمان وبتشوف روسي حد هندية. نعم. طلع بتاني عين على لبنان بي الحرف ببلاد شرقية. الله. بلاقي الرياضة قسمة الأديان والطائفية لحن غنية، وبعرف وزير الأمن ناوي كان يلغي مباراة بكرة سلة أحسن ما تعمل حرب أهلية. الله. للأسف هيك تحولت لدرامية. صحيح صحيح. نحن نجي على سيرة هذه الأمور لأنه الشعر قريب كثير من الرياضة، من الفن، من الثقافة. فبعض الناس مكون عنده فكرة أنه الزجل اللبناني هو لون هيك ناشف بس للكبار بالعمر. أبدا لا، أبدا. في روح الشباب وفي مراية مجتمعه الشعر. بكل أحوال الرياضة يعني مفترض تكون بتجمع مش بتفرق. صحيح. من هون جاي مصطلح الروح الرياضية. صحيح. ومن هون بدنا نسأل ست هيام، هل هذه التفرقة موجودة بالفن أيضا؟ أنا إذا بتسمح لي أحكيك عن الفن اللي هلا من التسميه الجميله الزمن الجميل. صحيح. فن الزمن الجميل اللي انا وكبته وعصرته وربيت فيه. لا ما كان في ابدا ما كان في تفرقه. استستوني ست ساره كنا عائله وحده، نحزن لاحزاننا ونفرح لافراحنا، نسمع بعضنا الاغاني، نهني بعضنا. كانت يعني كان فيها الفه أخوة، صداقة، محبة، هيدي بزمننا نحن. ست أيام حضرتك حاملة هذا الزمن الجميل وهذه الأخلاق الجميلة، وعطيتي غنيتك دق أبواب الناس. نعم. لنانسي عجرم وغنتها كمان معك. غنتها نعم نعم حبيتها. كان نرجع مرة تانية استستوني، كان في لي تكريم في الدوحة في قطر. نعم. إذاعة الريان مهرجان سوق واقف السنوي. السنوي كان في ليلة لبنانية ضمنت محافظ ألقاب رغب علامي نانسي عجرم وأنا. فكانت لما عرفت نانسي أنا موجودة بلغتني أنه بتحب تغني معي دق أبواب الناس كلها. بدنا نسمع دق أبواب الناس كلها لو سمحتي، بس هلا بدنا ندق باب المطبخ تنعرف وين صار الشيف يوسف. شيف يوسف تحياتنا. أهلا وسهلا. توك 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 افتح الباب. وين صرنا؟ يلا نحن عم نحضر تقريبا صار كل شيء جاهز. بعد عندنا صحن الفول تحبوا فرجيكم على اللي جاهز. في عندي هيدا الصحن، هيدا هاند ميد فواكه حلبية شغل إيديك يعني. عجينة اللوز طبعا وبهي الأشكال طبعا معنا. وعندنا بعد البقلاوة، عجينة البقلاوة. نعم. بالمكسرات بهيدا الشكل. وعندنا سلم الأنامل الأصابع صحن رمضاني هو الفستقية. ومع حلاوة الرز حلو كمان. ما عندك شيء للرجيم؟ للرجيم بدنا نعمل رجيم. مساء النور الرجيم ممنوع. ليلة خيانة. رحت على شيتنج. وبعد شوي بيكون الفول جاهز.
دقوا الباب وتاخذوا الجواب. شكرا لك. يسلموا يا رب. حابين نسمع رايك ست هيام. دق ابواب الناس كلها ربينا عليها. دق ابواب الناس كلها رح نسمعها بس بعد شوي. بعد شوي. طبيعي. لانه دائما في بالمجتمع كلمه حلوه انا بسمع ليه زعلان؟ قد ما لفتت نظري صار في عندي غنية بعتقد رقيقة إن شاء الله بتعجبك. وأحلى حدا يسأل ليه زعلان هو هذا الوش المفتاح حبيبة قلبي. فبنسمع ليه زعلان. ليه زعلان طبعا نسمع. باللهجة الخليجية. نعم تفضل. شكرا. نتمنى انه ولا حد من المعاني يزعلوا ولا مشاهدينا يزعلوا والكل يضل كيف فرحان ومبسوط وكفايه الاجواء الحلوه. تسلمي لنا يا ست ساره. يعني انا سعيده فعلا انه انا في هذه الحلقه اليوم. بحلب مهضومين بيقولوا ابوس روحك. عندهم حلو كثير كتير ابوس روحك. فانت ست ساره من ابوس روحك حبيبتي. انت مبتسمه دائما. نعم. بس انت طفله شفافه يعني لما تزعلي حتى ببين عليك الزعل. نعم. انا عرفت انه زعلاني شوي من لبنان لانه تكرمتي رسميا. نعم. بكافه اقطار العالم العربي. نعم. انما رسميا لم تكرمي في لبنان. حزت بقلبك استاذ توني بلبنان تكرمت مش رسميا تكرمت تكريمات خاصة الميركس دور طبعا. صح. وتكريم الزمن الجميل وهذا كله طبعا أنا بيفرحني وبيشرفني بس لأني اتكرمت رسميا من
الوطن العربي ككل من كل البلدان العربية. حتى مؤخرا ست سارة من موريتانيا، يعني رئيس جمهورية موريتانيا حضرني، ومن بعد غنائي طبعا القصيدة العربية بحس بيحبوا القصيدة العربية، وسمني بوسام رتبة فارس. نعم، مبروك، يبارك بطول عمرك استسفادي. من هيك يعني إلي هال عتب المحب، المحب الحبيب قد المحبة. إنه نعم، إنه خاصة قبل شوي حضرتك ذكرت إنه أحد الألقاب اللي بشكر الله عليها الجامعة الغنائية العربية. فطالما أستاذ فادي بيعتبر إنه الشاعر والمطرب سفير من 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 السفراء يعني، فحقيقة بكل مرة تكرمت فيها كانوا يقولوا المطربة اللبنانية، وهذا شيء يعني بيشرفني إلا ببلدي الحبيب لبنان. إحنا بسرنا إنه توصل هالدعوة من خلال برنامج مساء النور. بتمنى وبتستحقيها يعني. لا أعتقد إنه الآن في اسم ربما يستحق هذا التكريم مثل ما أنا أراك تستحقين بالتأكيد. تكريم الفنان الحقيقي هو محبة الجمهور ربما له، أكيد. متابعتهم له، فرحتهم بأنهم يقابلوه ويسمعوا له. نعم. صحيح طبعا. سيد فادي، الشعر العربي الآن جاء سيرة موريتانيا، لازم نرجع للشعر يعني. نعم. موريتانيا صارت مربوطة بلد المليون شاعر. نعم. الشعر في الوطن العربي أين هو؟ كيف تراه الآن؟ حتى الزجل والغناء باللغة العربية ربما هو في لبنان زجل يسمى بالشعر النبطي في بعض الأحيان، الشعر المقروء باللغة الزجل باللغة المحلية. نعم. موجود في كل أوطان يعني كل مكان في وطننا العربي. طبعا. نحن شعراء بالسليقة كما يقال. كيف تراه الآن في الوقت اللي احنا فيه لبنانيا وعربيا؟ جيد. في تواصل وفي أمسيات ومهرجانات شعرية ولقاءات وسفرات. نحن على تواصل تام مع الشعراء عرب بمهرجان الأمير الشعر اللي بيصير بالإمارات للمغرب العربي. دائما في تواصل وفي عجقة احتفالات، وهذا دليل صحة. وبكل وطن عربي في عنده لهجة عامية خاصة فيه، وهذا روح الشعر اللي عنده، ولكن بيجمعنا نحن الشعر الفصيح. صحيح. لأنه اللي خاينة اللي بالمغرب ما بيفهم يمكن اللهجة اللبنانية، وأنا ما بعرف بالمغرب لما يغني بالعامي ما بعرف شو عم يغني. ولكن الشعر الفصيح بيجمعنا، ولا في نهضة، في نهضة موجودة. ومثل ما قلت لك سارة، الشعر إذا ما لامس هموم الناس ومشاكل المجتمع وتخطى الحدود ما بيكون شعر، ما بيوصل لقلوبهم. فعلا فعلا. يعني الشعر هو إذا بدك عكس التقوقع. نعم. لازم ينطلق للعالمية. فالحمد لله لا بالوطن العربي موجود، يعني جاوبنا على سؤالك. ونحن كنقابة زجل نحن بما يعنينا عم نطلق مسابقات، وإن شاء الله السنة الجاية حيكون في مشتركين عرب من فلسطين، من سوريا، من الأردن، لأنه أكثر شيء لبنان وسوريا والأردن فلسطين الزجل اللبناني بيجمعهم. نعم. صحيح. يمكن لقرب اللهجة. صح. يعني حتى ببرنامج أوف اللي بالكامل 2010 على الأو تي في مع موسى صغيب كان في شعرة من سوريا ومن الأردن. صحيح. وفي الحادي الفلسطيني. صحيح. هلا الفلسطيني عنده من فلسطين، بتعرف طوني الفلسطيني عنده مشكلة حدود، لو ما هيك كانوا اجوا شاركوا. صحيح. لأنه دائما في شعراء صاروا يراسلونا من فلسطين حابين يشتركوا بالبرنامج، ولكن تعرف أزمة الحدود ما فيهم. نعم. فشاركونا أونلاين. نحن بعد الفاصل بدنا نسمع منك غزل. وأنا في انتظار أن يكون في نسخة من هذه المسابقة تجمع ربما شاعر حتى من كل دولة في وطننا. نعم. العربي. نتمنى من السودان يصير مشاركة كمان. بالتأكيد. وأنا يعني على تواصل مع كثير من شعراء السودانيين جدا رائعين وجدا متمكنين، فإن شاء الله ليلة نعملها فيهم. نتمنى يصير في المروحة توسع. للسودان، لشمال أفريقيا، لأنه همومنا وحدة وإحساسنا واحد، وبيشبهنا نتجمع ما بيشبهنا نتفرج. فعلا. ما ظلي وحدة إن شاء الله. يلا عندك مهمة صار لك جديد. أكيد. صار فينا نروح فاصل هلا. نروح فاصل استراحة إعلانية قصيرة ونواصل بعدها ابقوا معنا. زقفة
شيء للفرقة. بيقولوا يا أهلا بالحامل والمحمول. عم زعل الفرقة ولا الشيف. يعني جات في وقت رائع. شكرا جزيلا شيف، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. كله خالي من الدسم كرميل فادي. ضروري. مساء النور من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى القسم الأخير من حلقتنا لليوم وسهرتنا منورة بالضيوفة. سيد فادي، صدر لك في 2015 ديوان أرز ونبع فياض. نعم. أخبرنا عنه أكثر. الديوان بالزجل هجي المحكية بيتضمن أبواب الاجتماعيات الوطنيات، الغزل، الحوارات والمناسبات الاجتماعية. وأنا كان عندي ديوان بال 2011 اسمه عزف عصطور الورق. وحاليا في فكرة ديوان اسمه نريمان، نريمان اسم زوجتي. فعم جمع لها القصائد الغزلية، بدي أعمل لها ديوان سمينا نريمان. يا سلام. طلبنا غزل. نعم. قبل الفاصل بدنا نسمع لو سمحت. أراسي. لا بس لنريمان. نريمان بتعرف هي عندها مكان خاص بقلبي، ولكن الغزل هو بشكل عام هو الجمال. نعم. بدنا نقول من وحي غنية دق ابواب الناس كلها هيكي. نعم. بيت صغير وارجع القصيدة ورا بقول اتفضل. بإحدى الحفلات عم نغني غزل، قول طل علي ميولي من بعد غياب، دقة قلبي موصولي بدقات الباب. إذا بتسمحوا بدي مرق شروقية. لون الشروقي حلو كتير. إذا فيك أستاذ ترفقني على الناي أو عود أو هيك بس مع اللحن. وست هي ممكن معلي تسلمي الميكرو لأستاذ. طبعا هيدي بس لإلك المحبة في الفن اللي حكينا عنه. طبعا أكيد أنت بات بتوفزني. مشي عدرب الهوى نفلش عشق وسنين، ونحرق شراشي في سهر عوهج شمعاته، بكرة عزات الدرب لينا بيجي تشرين، يطفي شموع الهنا بدموع غيمه تو. عشرين عمرك بعمر الفل والنسرين، ونيسان لون من عيونك جنينات، كل ما تفكي خصل شعرات معقودين، بتشبع عيون الحلا وبتجن نظراته، مثل كأنه الشمس شرقت على صنين، وبديت خيوط الذهب تهدو العتلجات. كل ما التقينا سوا بسهراتنا الحلوين، بيحن خبز الوعد عجوع لهفاته، قرب تشم الورد عخدود دفيانين، بيعلى سياج الخجل طيصون ورداته، وعقلك بيقول استحي بعدك بنت عشرين، وقلبك بيقول افرحي يلي استحوا ماتوا.
دي عيني عيني. يسلم تمك. بدك تردي علابي يا ساحر العينين. يا ساحر. على الموضوع. من الجزائر أستاذ. من الجزائر. من الجزائر. لحن جزائري للمبدع الأستاذ نبلي فاضل وكلمات المبدع الشاعر الأستاذ توني أبي كرم. نعم. يا ساحر العينين. من 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 جديدي أستاذي من الجديد يعني. نعم. يلا. فإذا ردك على طريق. على. إن شاء الله. حضرتك من الزمن الجميل، كيف بتشوفي الساحة الغنائية الآن؟ يعني من كل من كل من كل الأغاني الألحان الجدية والالتزام لدى الفنانين. احنا بنعرف انه زمان كان الفنان بيوهب حياته لفنه طبعا، الآن اصبح وكأنه في نوع من الاستسهال نوعا ما. كيف بتشوفي الوضع الآن؟ عيوني اذا بتحبي بالأول خليني ابتدي من الآخر وبعدين بوصل لأسؤال حضرتك. الفن عنا كان فن الرسالة، يعني بدك تسمحي لي واسمحوا لي المشاهدين الأعزاء الكرام كون صادقة أو صريحة، نحن كنا فن الرسالة، ما كان يهمنا ما تهمنا أبدا الفلوس. إلى حد ما هلأ صار الفن التجاري وكلنا بنعرف هالشيء. الفن الرسالي مثل ما تفضل وهبنا تكرسنا للفن. حتى احكي بس عن نفسي ما احكي عن غيري، انا شخصيا بال24 ساعة ست سارة بتعتبري 20 ساعة بين
لقاءات تلفزيونية، حفظ أغاني، لقاء إذاعي، سهرة غنائية، كان يوميا طبعا مش مثل هلأ يعني بالشهر بالشهرين الفنان بيعمل حفل يعني أو مهرجان. هلأ بعدين كنا قلة يا ست سارة، كنا سوا نعد على أصابع الإيدين 10، هلأ ما شاء الله يعني مئات يعني. بس أنت بعدك موجودة الحمد لله، وهالزمن بعده جميل بسببك. تسلم استاذ، وبسبب مثالك بالفعل، والدليل انه بعدك عم تشتغلي يعني في البوم على الطريق الله. صح، في البوم غنائي جديد على الطريق، ومن باقه من كل الالوان العربيه يعني الخليجي التونسي الجزائري اللبناني الاردني اليمني المصري اللبناني طبعا سمعنا ان شاء الله تتهنى، وفي غيره نعم نعم. بس بينقصوا كليب أو اثنين استيستوني حتى. وبعد ما تصوري الكليب من إليك مبروك على الألبوم. مبروك صحيح. إن شاء الله تتهنى. إن شاء الله بإذن الله. بس العائق الوحيد إنه تصوير، وهلأ أنا سجلت هالألبوم الغنائي بدون يعني أنا شخصيا يعني. على عاتقي الشخصي نعم، بس الكليب بيكلف استاذ توني، إذا بنعمل كليب يعني محترم ولائق. مستوى بيكلف كتير، مش هيك شوي متريثي هلا لانه الشركات ما في عندنا شركات حاليا تسجيل ولا انتاج يعني. اذا بنلاحظ انه الزملاء الفنانين معظمهم عم ينتجوا اغانيهم ويصوروا بس ان شاء الله يعني انتظرت 3 سنين بس ان شاء الله بيكون يعني هالجديد اللي ان شاء الله انا الناس بتحبه، لانه هو مسيره متواصله من الفن اللي ربيت انا عليه. حلو لانه اشتغلتي بحب وعم تشتغلي بحب. نعم تسلم صحيح. بدنا نسال هلا فادي. نعم نحن طبعا بانتظار ديوان نريمان. نعم. بس يعني الزجل دائما بيخطر على بالي بانه يقيد بالقوافي والاوزان. نعم. ما بتتجه احيانا لنظم شعر حر ممكن يعطي مساحه عطاء اوسع لكلمتك وفكرك؟ نحن كشعراء زجل في نظام للشعر بيحكمنا، ان كان بالالقاء او على المنبر بده يكون في قافيه ووزن. صحيح. ومثل ما حكيت من ساعه توني الزجل انواع، اذا كنا عم نغني قراده بنتقيد بوزن القراده. صحيح. اذا كنا عم نغني معنا بتختلف شروقي بتختلف. نعم. فالناس صارت مطبوعه او اذا عندها تصور عن هالالوان. لما تطلع جوقه الزجل على المسرح صار في مثل بروتوكول شعري. نعم. ببلش رئيس الجوقه بالافتتاح القصيد، بيرجع القراده وراه دغري، بيرجع حوارات المعنى، بيرجع لموشح الغزلي وبيختم بشروقي. نعم. هيدي صار من ايام شحرور الوادي اللي كرس المنبر الزجل لليوم، صارت معروفه عند الناس. لما تروح تحضر حفله زجل تنطر رئيس الجوقه يفتتح قصيده، بيرجع القراده اللي فيها تحدي وراء الحوارات المعنه اللي ممكن تروح لاطار اجتماعي معين او تحدي. بس انت ولا مره كتبت شعر حر بدون اوزان القوافي؟ لا لا لا، مع انه هذا اللون موجود ومحبب عند كثير ناس وعم نشوفه موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، بس نحن كشعراء زجل عندنا لوننا هذا اللون. وانت لونك كمان في خف الدم، رح بعد عنا دقيقتين تنسمع هيك تننهي بكوميديا من قبلك ونختم مع الست هيام بدق باب الناس. بس هون تسمح لي قبل شعرنا الكبير، حضرتك قلت مره بالنسبه للشعر الكوميدي قيس ليلى يعني. عندي كثير أشعار صوفية غنيتها، فمرة هيك قفلت بقول قيس ليلى، بقول ليلى ليلى بحبها ما تهنت، حبت قيس وما تنت، ليلى بحبها ما تهنت، حبت قيس وما تنت، ولولا قيس اتزوجها كان صح وهي جنت. حلو كثير. وبالنسبة لك اذا بدنا ننهيك ببيتين باختصار، عم بعمل حوار مع احد الشعراء الظريفين كثير بوجه له تحيه، هو بنزويلا شاعر سليمان تراد. موضوعه كان بين الكعب والراس، هو اخذ الكعب انا بغني عن الراس. بيقول لي ردي جاوبوا عليا، بيقول لي اللعبه قدر ما تكون متقن لعبها،
في ساحتي بتدوق طاسة رعبها. نعم. وسيجارتك يا شاب بدي أسألك بتمجها من راسها أو كعبها؟ أيوة. بكتب لي إن شاء الله تحرق شفافك تحت. نعم. منها. نعم. بقول له سيجارتي العايش بلا إحساسها. نعم. أحسن ما تحرقني، حرقت أنفاسها. يا عيني. وبنت اللي لبست كعب بدي أسألك بتبوسها من كعبها أو راسها؟ بيمرق معنا كثير. يسلم تمك، يسلم تمك، بنشكركم نورتونا ونهنيها بخفة دمكم ضيوفنا الفنانة الكبيرة هيام يونس والشاعر الزجلي فادي فياض. طبعا بدنا نشكر الفرقة الموسيقية بقيادة زياد الأحمدية، اليوم كان معنا أيضا كارلو حنا على الأورج بيرافق دايما ست هيام، وبنشكر الشيف يوسف سلهب. صحيح مشاهدينا، الوقت يمر بسرعة برفقة هذه الأجواء الفنية الراقية وبحضور ضيوفنا الكرام. موعدنا يتجدد في الغد في 9 مساء بتوقيت القدس عاصمة فلسطين. تصبحون على ألف خير، والختام مع المزيد من الموسيقى مع الست هيام. حاضر. دق أبواب الناس كلها، وبالآخر دق أبواب. إلى اللقاء. هدق ابواب الناس كلها وبالاخر هدق ابواب